دلوقتي هنروح نشوف معاكم كلام الجرايد ايه عن النادي الاهلي، لكن كل الجرايد تقريبا خرجت النهارده باسامي وبجنسيات لمدربين فنيين. بتقول طبعا الجرايد دي ان النادي الاهلي بيتفاوض معاهم لاختيار واحد فيهم ان هو يقود النادي الاهلي فنيا بعد اقاله الفرنسي باتريس كارتيرون. احنا بقى بنقول لكم ان ملف المدير الفني للنادي الاهلي واختياره دلوقتي منحصر ما بين اثنين بس، كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ. مفيش شخص ثالث يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، ومفيش اي تصريح خرج من النادي الاهلي عن جنسيه المدير الفني او حتى عن اسمه، لان طبعا زي ما قلنا لكم في الاول ان المدير الفني ده او اختياره منحصر ما بين كابتن محمود الخطيب وبين كابتن سيد عبد الحفيظ في الوقت الحالي. لكن برضو تعالوا نشوف معاكم منشطات الجرايد النهارده قالت ايه او اتكلمت عن الموضوع ده ازاي، ومع الوقت اكيد هنعرف ان كانت دي توقعات واجتهادات ولا معلومات. أخبار اليوم: الخطيب يبدأ العلاج الطبيعي ويطمئن جماهيره، الحمد لله وشكرا للجميع. الأهرام: الأهلي يتلقى عشرات السير الذاتيين أجانب، المجلس يميل للمدرسة الألمانية أو البرتغالية، ومدرب الزمالك السابق في الصورة. أخبار اليوم: عبد الحفيظ في ألمانيا للقاء بيبو لاختيار المدير الفني الجديد، الاتجاه للمدرسة البرتغالية أو اللاتينية، كارتيرون تقبل قرار الإقالة، ومحمد يوسف يصرح نتفهم حزن الجماهير وسنعمل على تصحيح المسار سريعا. المساء: بمشاورة جوزيه برتغالي أو هولندي لخلافة كارتيرون في الأهلي، العمري يتواصل مع الخطيب لحل مشكلات كرة القدم، ميزانية مفتوحة لدعم الفريق في الانتقالات الشتوية. اليوم السابع: الأهلي يبحث عن مدرب أجنبي بعد إقالة كارتيرون، ثلاث شروط تحسم اسم المدرب: محمد يوسف مدير فني مؤقت، خصم 100,000 جنيه من كل لاعب. الفريق يبدأ اليوم استعداده للمقاولون. الأخبار المسائي: الأهلي يصارع الأمواج، الخطيب يسابق الزمن للتعاقد مع جهاز أجنبي ويحلم برينار ويفاوض كارينيو. الوطن: ثورة في الأهلي، ترشيح كاريني وباوزا، وجوزي يزكي مساعده، والخطيب يميل للبرتغال. المصري اليوم: الأهلي يفاضل بين أربع مدارس لخلافة كارتيرون، إنجليزي أسباني ألماني وبرتغالي بين المرشحين، واستطلاع رأي جوزي في اختيار المدير الفني. الدستور: الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني، واتجاه للاستعانة بمدرب حراس أجنبي.